ازيكم عاملين ايه؟ انا ترنيم حسن من كلية طب بيطري جامعة القاهرة. انا معاكم النهاردة بفيديو جديد وتدريب جديد، والنهاردة هتعرفوا كل اللي محتاجين تعرفوه عن ازاي اصلا ابتدي مرحلة التدريب. السؤال ده اغلبنا بنسأله بمجرد ما بنخلص سنة أولى، نشوف بقى أصحابنا الكبار بيتدربوا واللي بيشتغل منهم، ونبتدي نسأل وأنا المفروض أعمل إيه. في الحقيقة الموضوع مش سهل ومش صعب، الموضوع بس محتاج إن إحنا نبقى عارفين هنعمل إيه صح، وعارفين الستيبس اللي إحنا هنمشي عليها. مبدئيا أول حاجة لازم نبقى عارفين إن الطريق مش بيتاخد كله في يوم وليلة، ومش منطقي إن أنا أطلع السلم كله بخطوة واحدة. يعني ما مش منطقي ان انا الاقي حد بيتقن حاجه معينه او دكتور شاطر في فيلد معين واتضايق ان انا مش زيه، او انزل تدريب في عياده والاقي نفسي مش عارف اعمل حاجه معينه دكتور بقاله سنين بيتقنها وبيعملها فلوم نفسي. ده مش منطقي. طيب انا ايه اللي محتاجه اعمله او ايه اللي محتاجه ابقى عارفه؟ محتاجه احط قدامي سكيم كده معينه امشي عليها. هو انا المفروض في سنة اولى اعمل ايه؟ طب في سنة تانية اعمل ايه؟ طب اكمل ازاي؟ طب ادور ازاي اصلا على الفرصة؟ لان في ناس كتير يعني بتقعد تتخبط في الموضوع وتبقى مش عارفة تبتدي منين او تروح ازاي او تدور على ايه بالظبط، فبتضيع الاجازة كلها بعد ما خلاص بتحبط، وتكتشف بقى ان هي خلاص وصلت لحد التخرج وهي مش عارفة هي عايزة ايه. فلا، احنا مع بعضينا هناخد ستيب ستيب وهنعمل السكيمة اللي المفروض نمشي عليها. طيب اول حاجة محتاجين نعرفها، احنا دلوقتي عندنا يعتبر اجازة سنة اولى واجازة تانية والاجازة بتاعت تالتة ورابعة وخمسة، وطبعا في سنة امتياز للدفعات الجديدة دي انا مش هتكلم عنها لان احنا ما نعرفش تفاصيلها لحد دلوقتي عاملة ازاي. طيب خلينا الاول نبتدي نسأل نفسنا سؤال، هو انا لما اكون خلصت سنة اولى ايه اللي هكون اخدته؟ لو بصينا على اغلب كليات طب بيطري على مستوى الجمهورية بيكون اغلبنا اخد اناتومي هيستولوجي، في كليات بتكون خدت فيسيولوجي او خدوا مثلا جزء من البايو كيمستري، او خدنا كيمياء اللي هي كيمياء تبع كليه علوم، خدنا احصاء، خدنا حاسب الي، بنكون خدنا مواد ما تاهلناش اطلاقا ان احنا ندور على حاجه في الناحيه الكلينيك اكتر او الفيلد اكتر. لو جينا بصينا احنا المفروض عندنا اول 3 سنين في الكليه اسمهم السنين الاكاديميك. يعني ايه؟ يعني انا بدرس فيهم مواد مش هنقول نظرية، بس هي المواد بتاعة البيزك ساينس اللي يعتبر اي حد في كلية طبية سواء كانت بشري صيدلة اسنان علوم بياخدوا نفس البيزك ده اللي هو الاناتومي فيرولوجي بايوكيمستري فيسيولوجي، البيزكس اللي تخليني ان انا في رابعة وخمسة اللي هي سنين الكلينيك ابني عليها اللي انا درسته في الثلاث سنين دول. طيب هو انا المفروض ان انا في الثلاث سنين دول اعمل ايه؟ يعني انا ما اخدتش حاجه تخليني انزل العياده، او تمام باخد حاجات بسيطه، ويعتبر افضل فتره ممكن تنزل فيها عياده هي الفتره بتاعت الاجازه اللي هي ما بين ثالثه ورابعه لو انا داخل رابعه. طب انا كده عندي اجازتين المفروض اعمل فيهم ايه؟ علشان بس برضو نبقى متفقين، مدرسه اختيار التدريب المناسب او ان انا اعمل ايه هي مدرسه من مدارس كتير جدا. في ناس بتشجع ان احنا ننزل من سنه اولى، وفي ناس بترفض ده، وهنلاقي ده في العيادات واضح جدا ان في عيادات بتوافق وفي عيادات بترفض. هنلاقي شركات ميديكال ريب او شركات مثلا زي جهينة او دينا مثلا لو فتحوا تدريب بيجوا يطلبوا في فترة معينة لسنين معينة، وبالتالي لازم نبقى احنا عارفين ان اللي احنا بنقوله مش كلام هيطبق على الكل، في ميزان في اختلافات بيننا وبين بعضينا، بس احنا بنتكلم في الجنرال الافضل لينا علشان ما نحسش ان احنا اتقفلنا او ما نحسش ان احنا بننزل وبنضيع وقت ومش بنستفيد حاجة. افضل حاجة ممكن نعملها واحنا في سنة اولى بالذات هو ان احنا نهتم بالسوفت سكيلز بتاعتنا. ليه؟ لان من اهم الحاجات اللي بتطلب في السي في بتاعنا اول ما بنتخرج هي السوفت سكيلز. ايه المهارات اللي عندك تأهلك لسوق العمل غير انك معاك تدريب من الشركة الفلانية او نزلت العيادة الفلانية او ان انت متخرج بتقدير فلاني؟ ايه الحاجات اللي تميزك عن غيرك؟ انا وانت جايبين نفس التقدير، انا وانت اتدربنا في نفس الاماكن، ايه اللي يميزك عني؟ اللي يميزك عني السوفت سكيلز بتاعتك. اخبارك ايه في المهارات بتاعه التفاوض والاقناع ومهارات التواصل؟ طب عامل ايه في التيم وورك؟ طب مهارات حل المشاكل؟ طيب نظام الانجليش بتاعك عامل ازاي؟ اللغه بتاعتك معاك لغه تانية ولا لا غير الانجليش؟ طيب مهارات المايكروسوفت اوفيس بتاعتك نظامها ايه؟ بتعرف تشتغل على الوورد الباوربوينت الاكسل؟ وبتعرف تشتغل غير انك تكون شاطر في الشغل فيهم؟
الموضوع ده بيفرق جدا وبيختلف من حد لحد، ولازم تنمي نفسك فيهم. ولو انت في سنة اولى بس اشتغلت على نفسك في التشوك ده بتاع السوفت سكيلز وبتاع الانجليش ومهارات المايكروسوفت اوفيس، بالنسبة لي دي حاجة عظيمة جدا ان انت تعملها. ليه؟ لان المهارات دي احنا بنهملها، بنركز على العيادات، انا عايز انزل معمل، انا عايز اروح مصنع، انا عايز اشتغل، وكله بيركز على الحتت دي. ويجي يبص بقى اول ما يتخرج يلاقي السي في بتاعه فاضي في شك كامل. ده من اول الحاجات اللي بتتسال عنها في الانترفيو. انت بتبقى قاعد قدام الاتش ار، اول حاجه هو بيقيمك عليها انت بتتكلم ازاي، لغتك التانية عامله ازاي، وفي مهارات معينه من مايكروسوفت اوفيس لو انت مش عارفها انت اوريدي بالنسبه له ريجكتد من الوظيفه. ووظايف كتير بيقوم عليها اصلا جانب السوفت سكيلز كاهم معيار للتقييم، بل في وظايف وفي عيادات وفي اماكن ممكن تقبل حد والزيرو اكسبيرينس بس هو عنده حته السوفت سكيلز دي عاليه. فانا بالنسبه لي لو انت في سنه اولى اكتفيت بالنقطه دي انت تمام جدا، انت تعمل جنب كده سنه اولى صح ونجمتين كمان ان انت اديت النقطه دي. طيب نسال برضو سؤال، هو انا ازاي اعمل الحاجات دي؟ اول حاجه واهم حاجه لازم تختار المكان اللي بالنسبه لك يكون موثوق ان انت تدرس منه الانجليش او انك تنمي فيه الانجليش بتاعك. في ناس بتحب تاخد كورسات زي مثلا مراكز القوات المسلحه زي انجليش كابسولز، زي مثلا انك تروح تاخد في الاي يو سي او انك تقدم اصلا على الايلتس والتوفل، بس انا بشوف ان ده بدري. يعني انت ممكن تنمي المهاره لكن ما تدخلش الامتحان دلوقتي، استنى شويه. فانت حسب المكان اللي انت حابب تاخد فيه الكورس بتاعك، المهم ان انت تكون مرتاح فيه. في ناس بتحب تاخدها اونلاين من البيت زي مثلا تشانل زي امريكان انجليش على اليوتيوب او ابلكيشن زي دولينجو، ايا كان الطريقه اللي انت هتعرف تحسن بيها المهاره بتاعتك. انت مرتاح في ايه؟ اغلبنا اصلا اوريدي بيحب ينمي مهاره الانجليش بتاعته او هو قاعد كده. في ناس شايفه ان تنميه المهاره من الافلام ومن الاغاني، وده طريق مش هقول انه غلط بس مش ده 100% ينفع تعتمد عليه. ليه؟ لان الانجليش بتاعنا احنا انجليش اكاديميك. يعني ايه؟ يعني انجليش طبي مصطلحات. فانا اللي يهمني اكتر من ان انت تبقى ضليع في اللغه كسبيكينج ان انت تكون فاهم المصطلحات بتاعتها بشكل اكتر، ان انت تكون مدرك انه الانجليش شقين. فانك تنمي نفسك في الاتنين مع بعض في نفس الوقت، اللي هو الجانب بتاع اللغه كلغه والجانب بتاع اللغه اللي انت تحتاجه على مدار سنين دراستك في الكليه، فده يا ريت اجازه اولى بس تكفي. فاختار السورس اللي بالنسبه لك انت مرتاح فيه، اختار الحاجه اللي بالنسبه لك معتمده او بالنسبه لك شفت ناس كتير جربتها ومرتاحه فيها ودوس فيها، واختار الحاجه اللي تكون اقرب ليك برضو للبيت. يعني ما تروحش تختار مكان هتاخد فيه كورس ساعتين رايح وساعتين جاي مواصلات تلاقي نفسك اتهددت طول اليوم وما استفدتش حاجه في الاخر. طيب ده بالنسبه للانجليش. طيب لو جينا اتكلمنا على السوفت سكيلز، سوفت سكيلز لازم تدخل الستودنت اكتيفيتي في الكليه، ومش لازم يكون في كليتك انت، ممكن يكون في اي كليه تانية سواء في الحرم في اي جامعه قريبه ليك لو انت تعرف تبقى متواصل معاهم عن طريق اونلاين. المهم انك انت تشترك في ستودنت اكتيفيتي مناسب ليك. تضاربة الاقاويل عن ان هل الاسر بتضيع الوقت، طب انا مش هعرف اذاكر وانا معاهم، طب ده هم بيخشوا يهزروا ويقعدوا ينزلوا ميتنجز يضحكوا فيها ومش عارف ايه وضيعوا وقت، الكلام ده مش صح. انت لو اخترت الحاجه اللي فعلا ما فيش عليها اختلاف، الحاجه اللي سمعتها سابقاها، الحاجه اللي بتقدم شغل واضح، انت هتستفيد كميه استفادات مش طبيعيه من الاسر. اولا النشاطات الطلابيه بتفيدك ان انت بتكون علاقات، وده انت هتحتاجه جدا في السنين اللي جايه بعد كده علشان التدريب. مش هتعرف تلاقي فرصه تدريب بسهوله غير ما يكون عندك علاقات. مين اللي هيساعدك غير صحابك اللي في الدفعات الاكبر، او انك تبقى على تواصل مع دكاتره شاطره جدا من الفيلد بره الاسره استضافتهم مثلا في خلال ايفنت او سيشن او حاجه الدكتور ده قدمها. فانك تلاقي نفسك وسط علاقات قوية يعني دي اكتر حاجة ممكن تكون الاسرة هتقدمها لك. غير كده الاسرة بتقدم لك موضوع السوفت سكيلز ده على طبق من ذهب، انت هتلاقي نفسك بتتعلم كل المهارات اللي انت محتاجها، سواء حتى مهارات المايكروسوفت اوفيس، تتعلم ازاي تعمل برزنتيشن، ازاي تشتغل على الوورد، ازاي تتعامل مع الاكسل. هتلاقي نفسك في حاجات كتير مرتبطة بالسوفت سكيلز اللي لازم تكون مع المجال. يعني انت لازم تكون عارف تعمل براند لنفسك فمحتاج تتعلم ماركتنج. ليه لا ما تتعلمش جرافيك ديزاين وانت اللي تعمل ديزاين عيادتك، او تعمل ديزاين حتى لعياده الدكتور انت بتدرب عنده في يوم من الايام. الموضوع بيفرق جدا انك تعمل براندنج لنفسك، وازاي تسوق لنفسك صح، ازاي اصلا تتفاوض مع اللي قدامك، وازاي تتواصل مع اللي قدامك، ازاي تشتغل في تيم ورك. بعيدا عن التيم ورك بتاع الكليه انت بتشتغله في الابحاث والبرزنتيشنز والكلام ده، انت محتاج تتعلم يعني ايه تيم ورك بره، ازاي ان انت محطوط في تاسك ومضغوط بديدلاين معين. الكليه بتقدم لك ده في موضوع الاسر الطلابيه على طبق من ذهب، انت مش هتحتاج انك تدور في ناس بره بعد التخرج بتدفع مبالغ في كورسات زي دي عشان تتعلم السوفت سكيلز، هي متاحه قدامك.
ولازم تتعلم التايم مانجمنت، والاسر هتعلمك النقطه دي، انك ازاي توازن ما بين ان انا بذاكر انا عايز اجيب تقدير معين، ومهم جدا جدا اركز على حته المذاكره في اولى وتانيه علشان اعرف ابني انا هذاكر ازاي في السنين اللي بعد كده في الكليه. ده شق. الشق التاني هيعلمك انك ازاي انا وزنت ان انا ذاكرت، طب ازاي ادي حق نفسي عليا، ازاي ان انا اهتم بالعلاقات من حواليا، اكون علاقات، اتعامل مع الناس ازاي، ازاي ان انا اتحكم في غضبي، ازاي ان انا ابقى مضغوط في تاسكات ومع ذلك اسلمها. حتى ان انت تورك اندر بريشر الكليه مش هتقدمه لك لوحدها، لا انت لازم تضغط على نفسك بره. وفكره ان السي في بتاعك يبقى مليان بحته الفولنتيرنج، ودي خانه لوحدها في السي في على فكره، هتفرق معاك جدا بعد كده لما تيجي تدور على تدريب في شركه او في مصنع، او لما تيجي تدور على تدريب في عياده بعد كده. طيب بالنسبه بقى للمايكروسوفت اوفيس سكيلز، ان انا ازاي اتعلم وورد او باوربوينت، او ان انا اتعلم الاكسل وخلافه، زي ما اتفقنا انا عندي سورس كبير ممكن يقدم لي ده زي الستودنت اكتيفيتيز. ممكن برضو عن طريق المنصات بتاعه الكورسات الاونلاين زي كورسيرا، زي ادراك، زي يوديمي، هتلاقوا عليها كورسات زي دي. ممكن اخد دوره اي سي دي اللي اصلا ورايح دماغي من الاول، انا حد عايز اجيب من الاخر ممكن. وممكن برضو في تشانلز كتير على اليوتيوب زي نولوجي وغيرها، هتلاقوا برضو الكورسات دي عليها متاحة بشكل كبير، وبيبقى فيها فيديوهات ان انت عايز تبدأ ازاي وازاي تكمل، يعني يعني كحاجة متطورة بعد كده قدام. ما نهملش المهارات دي. انا بالنسبة لي لو انت في اولى وحتى في تانية اقتصرت انك تنزل دول بس، انت خلاص انت حققت تارجت كبير جدا، انت قطعت شوط في انك هتبني بعد كده عليه. سنين اولى وتانية وممكن نحط معاهم تالتة، هي السنين اللي انت بتبني فيها نفسك عشان لما تيجي تنزل تدريب بعد كده انت مستعد هتعمل ايه هناك. طيب هو انا ممكن اكمل ايه عليهم في سنة تانية؟ ده برضو سؤال مهم. في سنة تانية بقى ممكن تعمل نفس الحاجات اللي انت هتعملها في سنة اولى دي، تطور نفسك فيها، مع انك تزود عليهم انك تنزل صيدلية، تنزل صيدلية بشري، تجرب تنزل معمل تحاليل. انت هتكون درست فيسيولوجي، اغلبيتنا هيكون خلص الفسيولوجي في سنة تانية، فهيكون عندك خلفية شوية عن التحاليل، خصوصا بتاعة الهيماتولوجي، تحاليل الدم. فلما بتنزل معمل بتتعلم طرق السحب، بتتعلم حاجات خفيفة عن البيسكس دي، او لو نزلت معمل كبير ممكن تتعلم الحاجات دي اصلا. ممكن تلاقي نفسك انت حبيت الكارير ده وعايز تكمل فيه. في ناس كتير بتشتغل في صيدليات من اول سنة تانية، وشغل الصيدليات او الشغل عموما في الفترة دي علشان نبقى متفقين، كأجر ماديا هو مش احسن حاجة، لكن كخبرة، كتعامل مع الناس، انك بتحتك بالسوق وبتشوف الناس بتتكلم وبتتعامل ازاي، عشان لما تيجي بعد كده تنقل على ان انت عايز تتدرب في حاجة تخص مجالك، بعد كده الموضوع بيكون مختلف ومريح شوية، ان انت عندك خبرة وعندك باك جراوند عن التعامل مع الناس ازاي. طيب احنا كده اتكلمنا عن اولى واتكلمنا عن تانية، اتكلمنا عن اكتر سنتين مهم انك تأسس فيهم نفسك. السنتين اللي الناس بتروح تضيع نفسها ورا فكرة ان انا عايز انزل عيادة وهنزل وحدة وهروح واجي، ويلاقي نفسه مش حاسس انه استفاد حاجة. المصطلحات الطبية بتكون تقيلة عليه في الوقت ده، الأدوية، ميكانيزم المرض، في حاجات كتير هو بيبقى حاسس ان هي غريبة عنه، فيبتدي يتقفل من المجال. فلا، خد السلم بتاعك خطوة خطوة، ستيب باي ستيب. هو انا ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اعمل حاجة مهمة قوي 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 في اولى وتانية. كتير مننا بيبقى داخل الكلية عنده رهبة من الحيوانات، او ما تعملش مع حيوانات قبل كده، في ناس ما احتكتش بقطة او كلب او عصفورة حتى قبل كده. طب اعمل ايه؟ مهم جدا ان انا اكسر رهبتي تجاه الحيوان، ما دام انا ما عنديش فوبيا، فوبيا مرضيه محتاجه علاج عند طبيب نفسي متخصص، او بتعمل لي مشاكل زي بانيك اتاك او غيره، فانا الموضوع عندي كله مشكلته ان انا ما احتكتش مع حيوان قبل كده. طب ازاي احتك مع حيوان قبل كده، او ازاي ان انا اعمل الموضوع ده بشكل سليم؟ في زيارات كتير جدا بتطلع لشلاتر، او زيارات لعياده بتبقى يوم واحد بس او يومين مثلا، استغلوها واطلعوا، بتبقى يعني بمبلغ بسيط، مش حاجه صعبه، وفي نفس الوقت انت تستفيد جدا ان انت كسرت رهبتك تجاه الحيوان، سمعت شويه عن ازاي اعمل اكزامينيشن للكلب، ازاي اتعامل معاه، ازاي ان انا المسه، امسكه ماسكه صح، ما وديش نفسي في داهيه في التعامل. احضروا سكاشن المانجمنت والبيهيفير في الكليه، مهمه جدا، بتكسر رهبتك تجاه الحصان، تجاه الحمار، تجاه البقره في الكليه. ليه؟ لان انت بعد كده قدام هتنزل على العياده على طول، مش كل العيادات هتعلمك ازاي تكسر رهبتك تجاه الحيوان، لانه برضو انت بتبقى واقف قدام اونر، فريسك كبير انه انت تطلع بتخاف فعلا قدام اونر، فالاونر ما يحسش ان في ثقه بينه وبين الدكتور اللي واقف. انما انت لما تبقى نازل العياده اوريدي متعامل، اوريدي كسرت رهبتك، اوريدي عرفت ازاي تدي مثلا جرعه الديدان، قرص الديدان في بق الحيوان، عارف ازاي تدي حقنه، عارف ازاي تتعامل، ازاي تهندل، ازاي تمسك حيوان، بتفرق معاك جدا 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 لما تيجي تدور على العياده.
طيب انا كده يعتبر اتكلمت على البيزكس بتاعه سنه اولى وتانية، وازاي انمي نفسي واحط لنفسي قاعده كويسه اكمل عليها السنين الجايه. كده احنا خلصنا كل حاجه تخص سنه اولى وتانية. يعتبر يا ريت تشاروا الفيديو عشان تفيدوا غيركم، خصوصا ان احنا كلنا بنبقى تايهين في الفتره والمرحله دي. ولو انتوا جربتوا حاجه في السنتين دول وحابين تفيدونا بيها، تقدروا تقدموا في الفورم اللي هتكون موجوده في الديسكريبشن، وكل التفاصيل اللي محتاجين تعرفوها زي ما ذكرنا هتكون موجوده برضو في الديسكريبشن. لو في حاجه تخص مكان معين يدي كورسات او ستودنت اكتيفيتي معين، اي سؤال حابين تسالوه برضو اكتبوه في الديسكريبشن واحنا هنرد عليكم بيه. وكل اللي احنا قلناه هنا يعتبر مش بيختلف من كلية للتانية على مستوى الجمهورية، يعني يعتبر اغلب اخواتنا اللي في كل كليات بيطري على مستوى الجمهورية بيتعرضوا لنفس الشكل ده من الاجازات وبنفس الاسئلة اللي بتيجي في بالنا. طب نعمل ايه في السنين اللي بعد كده؟ ازاي ادور على عيادة؟ ازاي اصلا احدد الفيلد اللي انا محتاجه؟ ده اللي هيكون موضوعنا في سلسلة الفيديوهات الجاية. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من المحتوى، ولو في اي حاجة حابين تسألوا عنها احنا موجودين معاكم.